هي مباراة كان صعبة جدا. وبالنسبة لفريق متذيل الترتيب أتوقع أنه إحنا كنا في مرحلة سيئة جدا، ولكن متى ما تصحح الوضع، متى ما الأمور رجعت، متى ما الروح حضرت، حنصعد حنطلع لفوق، وممكن أي فريق في الدوري يتفاجأ من هذا الشيء. ولكن في نهاية الأمر هذا الاتحاد اليوم قل لهم ألف مبروك، هذا لك الشقيق نادي النصر، إن شاء الله بإذن الله أن يكون الكاس من نصيب الاتحاد. اليوم الاتحاد كان متوهج كثير، حضور جماهيري، مستوى أداء فني، جمهور لاعب رقم واحد، لاعب رقم 12، كلمة شكر ما توصف هذا الجمهور. الكلام يعجز عن اللسان صراحة. اليوم المنظر اللي شاهدناه داخل أرضية الملعب شيء صراحة، يعني ما أعرف أوصف هذا المنظر، لكن يعطيهم ألف عافية على الحضور، ألف شكر على المساندة اللي كانت سبب في أن احنا نصعد في ترتيب الدوري، وأنه احنا نتأهل لكأس الملك. بإذن الله نحن نفرحهم هذا الموسم ببطولة بإذن الله. الحمد لله المباراة كانت ما كانش سهلة، زعما كنا فايزين 2-0 وخليناهم بالاخطاء اللي عملنا خليناهم يرجعوا المباراه ب 2-2 بحال. الحمد لله كنا رجوله وكنا الثقه في النفس والجمهور معنا باش دينا المباراه اليوم. في الجولات الاخيره في الدوري ومباراه الكاس الاتحاد تغير جلده 180 درجه، وش السر؟ ضروري مرشد ويا زعما تحسنت الامور، الملاعبين اللي جاوا جداد، المدرب اللي جا زعما تحسنوا بزاف، الاداره تايت كل شيء تبدل، والحمد لله زعما بقينا دائما مع بعضياتنا، بقينا اصحاب، ما بقيناش مترشين، والحمد لله هذه اللي عطاتنا زعما باش نفوز المباراه اللي جاوا. مباراة كبيرة وانتصار كبير، نحن الآن في المباراة النهائية، أعتقد أننا استحقينا الانتصار وقدمنا أنفسنا بشكل متميز.